بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العنوان. البابا فرانسيس إلى الشباب: اصنعوا السلامة وازرعوا بذور المصالحة. البطريرك بتسبالة يدشن قاعة للسريان الكاثوليك في القدس. وزير الخارجية الصفدي: توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية وليس الأردن وحده. مسيرة احتفالية في بيت ساحور بعيد رقادي وانتقال العذراء. وفيها أيضا: الصليب في المفهوم المسيحي، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. في ختام اللقاء العاشر للشباب الكاثوليك في روسيا، وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة إلى المشاركين في هذا اللقاء عبر اتصال فيديو، تناول عددا من الأفكار لتقاسم لحظة الإيمان والرجاء، وقال: إن الله يدعونا إلى الخروج والسير حيث اختارنا جميعا منذ بداية حياتنا ودعانا بأسمائنا، وحين يدعونا الله لا يمكننا أن نبقى جالسين، بل علينا أن نقوم ونمضي مسرعين. وأضاف قائلا: إن محبة الله هي لكل المؤمنين، وأن الكنيسة مفتوحة للجميع، ومحبة الله تتميز بضيافته لنا، إذ هو يستقبل دائما ويخلق الفسحات كي نجد جميعا مكانا قريبا منه. كما ركز البابا فرانسيس على ضرورة انفتاح الشباب والمسنين على بعضهم بعضا، مبينا أن الشباب حينما يلتقوا المسنين يمكنهم الاستفادة من خبراتهم وحياتهم، بينما يجد المسنون خلال لقائهم الشباب وعد مستقبل مفعم بالرجاء. ودعا الحبر الأعظم في ختام المقابلة الشباب إلى الحوار مع الأجداد والإصغاء إليهم، حتى يكونوا بناة جسور بين الأجيال وصانعي سلام وعلامة رجاء وفرح. دشن غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين القاعة الرعوية الجديدة في دير سريان الكاثوليك في القدس. وقد جاء هذا الاحتفال بدعوة من سيادة المطران مار يعقوب أفرام سمعان النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في المدينة المقدسة، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الرعية السريانية. وقد عبر المطران مار يعقوب عن سعادته بحضور البطريرك باتسابالا وفرحة الجميع بانتهاء هذا المشروع الرعوي. وخلال الاحتفال تليت على مسامع الجميع الرسالة التي وجهها بهذه المناسبة غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث بطريرك السريان الأنطاكي. وقبل تدشين القاعة عبر غبطة البطريرك باتسابالا عن سعادته وتشجيعه لكافة الأعمال الخيرية التي تهدف إلى خدمة المسيحيين في الأرض المقدسة، مشددا في كلمته أن القدس ستبقى لجميع أتباع الديانات السماوية، وستبقى كذلك أرضاً مقدسة للمسيحيين لأنها أرض السيد المسيح، وعلينا أن نتمسك بها ونتجذر فيها. على صعيد آخر، ترأس غبطة البطريرك باتسابالا القداس الاحتفالي الذي أقيم في دير الكرمل ببيت لحم بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب. شارك في القداس المطران بولوس ماركوتسو والمطران إيلارلو رئيس أساقفة تونس وجمعاً من الآباء الكهنة. وفي عظته شدد غبطته على أهمية الجمع بين عيش الإيمان المسيحي وحياة المؤمن اليومية حتى يستطيع تخطي الصعاب التي تواجهه في حياته. وأضاف غبطته قائلا: تعلمنا أن الإنجيل هو نموذج حياة، وأن البسطاء هم الذين تبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا. وفي ختام الاحتفال طلب البطريرك باتسابالا شفاعة أمنا العذراء لمؤمني الأرض المقدسة. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة غروب عيد رقاد والدة الإله وزياح أيقونتها، وذلك في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية. وقبل الخدمة أقيم زياح كبير لأيقونة رقاد والدة الإله المقدسة تتقدمها التراتيل الرومية، وموسيقات مجموعة كشافة ومرشدات كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل من كنيسة دير القديس نكتاريوس إلى الكاتدرائية، حيث أقيمت خدمة الغروب مع تقاريض جناز والدة الإله الدائمة البتولية. عونه في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية، ترأس الأب حنا كلداني كاهن الرعية قداساً إلهياً بمعاونة الشماس هايل العلامات ومشاركة جوقة الكنيسة والعازف سامر هايل العلامات القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور جمع كبير من أبناء الرعية. وفي عظة القداس تلا الأب كلداني قراءات تاريخية ونبوية من الكتاب المقدس، شارحاً كيف ربط الرسل بين العهدين القديم والجديد،
حيث قام السلف الصالح من المسيحيين بالتأمل بالكتاب المقدس وأخذ العبر منه لتطبيقها في زمننا الحاضر، لأجل أن تكون مجتمعاتنا ماضية في الطريق الصحيح نحو الآخرة. الروح القدس هو النور قلب بطرس، وأنا لا أستطيع أن أقول أنت المسيح ابن الله الحي، ويقول مربوطس لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بإلهامنا الروح القدس. وأنت أخذت الروح القدس العماد في الميرون في كل الأسرار، عندما تضع نفسك أمام الله وتطيع الله وتحب الله، الروح القدس هو بيتكلم في لسانك. وهنا أتى جواب المسيح ونصب بطرس قائداً على الرسل، وهذا شاهد في شواهد أخرى في الإنجيل وفي الأعمال وفي الرسائل على أولية بطرس وعلى دور بطرس كصخرة، فقال له أنت صخر وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي. وهذا الدور يستمر لغاية اليوم بشخص قداسة البابا المالك سعيد البابا فرانسيس. ولذلك اليوم كل كنيسة في العالم، أي كنيسة في العالم تريد أن تتكلم عن مصير المسيحية، وتريد أن تتكلم عن أمور مهمة وعن وحدة المسيحيين، إلى من تتجه؟ لمين بتروح؟ تذهب إلى روما وإلى قداسة البابا خليفة القديس بطرس. الكنيسة فيها الكلية الأسقفية، كل أساقفة العالم، الكاثوليك وغير الكاثوليك، هم خلفاء الرسل. ولكن من هو حجر العقد في هذه الخلافة؟ من هو الذي يربط هذه القيادة الروحية، هذه الخدمة الروحية؟ قداسة البابا خليفة القديس بطرس. وهنا ترون دوما صورة مار بطرس مع المفاتيح. بعد خدمة البراكليسي وبأجواء روحية مميزة، أقيم زياح لأيقونة والدة الإله في قرية حمود بمحافظة الكرك، بمشاركة كل من الإرشمندريت سابا حوراني والأب قسطنطين هلسه والأب ماركوس مرجي راعي الكنيسة، وحضور المؤمنين من كافة مناطق المحافظة ومن خارجها، حيث تباركت شوارع القرية وبيوتها ورعيتها بهذا الزياح الذي أقيم هناك بنعمة الإله احتفالاً بهذه الأيقونة المباركة. وبعد الزياح تم ترتيل تقاريض جناز والدة الإله في الكنيسة وإقامة صلاة. تبادل المؤمنون بعدها التهاني مع الآباء الكهنة. بمناسبة صوم والدة الإله وعيد رقادها، أقامت لجان رعية القديس نيقولاوس ماركا وعلى مدى يومين احتفالية أم النور تجمعنا. اشتمل البرنامج الذي ابتدأ بخدمة البراكليسي لوالدة الإله على العديد من الفقرات المتنوعة، تضمنت أسئلة روحية حول حياة أمنا العذراء ومسابقة بعنوان اعرف اسم الأيقونة بهدف تعريف أبناء الرعية بأيقونات أم الإله المتنوعة. كما اشتمل البرنامج على حفلة خاصة للأطفال وهي من تقديم فرقة بارتينا، ومعروضات لأشغال يدوية ومونة القديس نيقولاوس ومبادرة بلزم غيرك، إضافة إلى فقرات عديدة وألعاب متنوعة ومسابقات روحية للكبار والصغار. وخلال الاحتفال أعلن عن إطلاق مشروع مونة مار نيقولا للمنتجات الغذائية وهي من صنع سيدات الكنيسة. طبعا أنا باسمي وباسم لجان الكنيسة فرد من اللجان حبينا نسوي هذا الكرنفال حتى نجمع الرعية مع بعض ونعمل يوم احتفال كبير تتخلل هذه بعض الفعاليات، فعاليات للأطفال، أطفالنا المحبوبين، أطفال مدارس الأحد اللي دائما تجمعهم المحبة والمودة. ونشكر أبونا طبعا صفريانوس اللي دائما سباق بهاي الأشياء، اللي عمل هذا اليوم وجمع الرعية فيها، وطبعا كتير أولادنا انبسطوا وتسلوا، كان معانا محطة بارتينا، مجموعة بارتينا، مجموعة من الألعاب، استمتعنا كتير، وإن شاء الله صيام مبارك ونعاد عليكم بكل خير وبركة يا ربي، وشكرا لكم جميعا. في أجواء كشفية تعاونية وروحية اختتم في دير مار سركيس وباخوس بمنطقة ريفون بجبل لبنان فعاليات مخيم المؤتمر الدولي الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط، حيث اختتم المؤتمر الذي استمر 5 أيام بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران منير خير الله مطران الكنيسة المارونية في منطقة البترون، بمشاركة بعض القيادات الكشفية والإرشادية من الجمعيات التطوعية المختلفة، حيث شارك المجتمعون بالنقاش الذي تمحور حول التحديات والعوائق التي تواجههم في مجموعاتهم وخاصة بالعمل التطوعي،
وقد تم طرح بعض المقترحات للتغلب على هذه العوائق لتحقيق شعار المؤتمر لهذا العام من ثمارهم تعرفونهم. وخلال أعمال المخيم الذي شارك به من الأردن الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي لفريق الشرق الأوسط للمرشدات، والقائد عايدة الصوص مسؤولة الفريق وعدد من المرشدات، عقدت جلسات نقاشية حول التحديات التي تواجه المرشدات خاصة ما يتعلق بالعمل التطوعي، إلى جانب طرح بعض المقترحات للتغلب على هذه العوائق. أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين الأردن مخيماً لفرق الكشاف والمرشدات المتقدم، وذلك في المخيم الكشفي الدائم بمنتزه عمان القومي طريق المطار، حيث شارك في المخيم أكثر من 100 فرد من 9 مجموعات كشفية وإرشادية تابعة لمطرنية اللاتين في المملكة. وكان سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن قد ترأس القداسة الافتتاحية للمخيم. كما أقامت رعاية السيدة العذراء في منطقة الهاشم الشمالي بعمان للروم الملكيين الكاثوليك، وبدعوة من كاهن الرعية الأب جهاد عماري، مخيما روحيا اجتماعيا لأطفال من رعيتي السيدة العذراء الهاشمي والملاك ميخائيل ماركا. وقد هدف هذا المخيم الذي أقيم خلال العطلة الصيفية للطلبة بحضور وعمل الأخوات الراهبات لتعليم الأطفال ومساعدتهم على التقرب والحياة من الكنيسة ومحبة يسوع. كما ساهم مجلس الرعية وكشافة الكنيستين بالترتيبات اللوجستية للمخيم الذي اشتمل على فعاليات وأنشطة متنوعة مراعيا أعمار الأولاد المشاركين. وفي الحفل الختامي للنشاط الصيفي تقدم راعي الكنيسة الأب جهاد عماري بالشكر لجميع من ساهم في نجاح هذا المخيم الروحي الثالث. ضمن خطط جمعية الكاريتاس الأردنية في نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، نظمت جمعية الكاريتاس الأردنية لقاء مع أفراد كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك في إربد تحت عنوان الغذاء الصحي وتقسيماته، حيث هدف هذا اللقاء توعية أعضاء الكشافة بأهمية الأكل الصحي لبناء جسم سليم وعقل سليم وتعزيز المناعة الجسدية لديهم. المزيد في تقرير مندوبتنا في الشمال نيفين حداد. لأن الصحة مهمة وصحة أولادنا مش بس مسؤولية الأهل، كمان مسؤولية جمعية الكاريتاس الأردنية اللي دائماً بتحرص على إنها تقدم كل شيء مفيد للكنيسة وللمجتمع. واليوم اللقاء كان بتنظيم من الكاريتاس لعدد من أفراد كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك في إربد، لتكون المحاضرة تحت عنوان تقسيم الطبق الصحي والغذاء الصحي المتوازن. في عنا حصة كثير مهمة إحنا ما بنركز عليها اللي هي حصة البان. وصلت شو الحصة؟ البان زي حليب لبن شديدة. في حدا بيشربها كل يوم؟ تضحكوا، ما حدا بيشرب. أوكي، هلأ يومياً بدل ما ناخذ معنا عصير نشرب شراب بالمدرسة، خلينا ناخذ معنا علبة شديدة. مواضيع صحية متنوعة، منها تقسيم الطبق الصحي، توزيع الحصص بالطبق، وعن الوجبات اليومية اللي بتناسب أعمار الصغار، وكمان النظافة الشخصية وأهميتها بأي مرحلة من المراحل العمرية. ألقتها الممرضة رشا بدر بأسلوبها الحلو لتوصل المعلومة بالشكل الصح. من ضمن خططنا في جمعية الكاريتاس الأردنية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع المحلي والرعاية. كان اليوم عندنا نشاط في كنيسة البشارة الروم الكاثوليك إربد بعنوان الغذاء الصحي المتوازن وتقسيم الطبق الصحي من أجل الالتزام بنظام صحي متوازن. بنشكر الكشافة الكنيسة على تفاعلهم وتنسيقهم للنشاط. الأخصائية نرمين كانت تختار من الكشافة لتسألهم سؤال، وبناء على الجواب بياخدوا معلومة صحية مفيدة، وهيك لتخلي المعلومة راسخة ببال كل واحد فيهم. وبالنهاية تم توزيع الأطباق الصحية من الكاريتاس على الجميع ليتذكروا دايماً الأكل الصحي والمتوازن. نيفين حداد من إربد. نظمت كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت ساحور مسيرة احتفالية بعيد رقاد وانتقال العذراء مريم بمشاركة عدد كبير من أبناء الرعية، حيث طافت المسيرة شوارع المدينة في ترانيم شجية لوالدة الإله من قبل جوقة الكنيسة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يحتفل المسيحيون بعيد رقاد وانتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء بحسب التقويم الشرقي،
حيث ابتدأ الاحتفال بصلاة في كنيسة الآباء الأجداد في وسط مدينة الرعاة تحت شعار البقاء في الوطن الغالي. فترأس الأب الإقونوموس عيسى مصلح والكهنة الصلاة وبحضور الجوقة والمؤمنين. وبعد الصلاة قرعت أجراس الكنيسة لتبدأ المسيرة التقليدية السنوية من أمام الكنيسة، تتقدمها صور وأيقونات للسيدة العذراء وأيقونة حملت من قبل الأب مصلح لتطوف شوارع بيت ساحور بحضور اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ورئيس البلدية ووكلاء الكنيسة والجوقة التي رتلت طيلة المسيرة ومجموعة كشافة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور الذين حملوا على الأكتاف نعشاً رمزياً للسيدة العذراء وأطفال مدرسة الأحد والألاف من المؤمنين. كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك كانت المحطة الأولى لهذه المسيرة باستقبال من كاهن الرعية الأب سهيل فاخوري والأب ممدوح أبو سعدة وأبناء الرعية. وبعد صلاة وترحيب في داخل الكنيسة استكملت المسيرة لتصل إلى كنيسة العذراء فاطمة للاتين باستقبال من كاهن الرعية الأب عيسى حجازين وأبناء الرعية الذين رحبوا بالحضور. ومن ثم واصلت المسيرة في شوارع وأزقة مدينة الرعاة القديمة لتصل إلى محطتها الأخيرة بئر السيدة العذراء على وقع تراتيل وأغان وزفة من قبل الكشافة وشباب البلد. وانتهت المسيرة السنوية بقراءة من الإنجيل المقدس وأخذ البركة الختامية. من حد ما تقاعدت عن الشغل وكل سنة بيجي بحضور عيد العذراء، إلي 15 سنة متقاعد بشتغل وكل سنة بيجي بحضور الحفلة أنا وبحضور العيد ومن عيد وكل عام سلمي. الاحتفال بهذا العيد في مدينة بيت ساحور يحمل معاني عديدة وكثيرة، منها توحيد الكنائس والثبات بالأرض المقدسة، وهو ما أكد عليه الأب مصلح في كلمته بأننا ولدنا وسنبقى معا على هذا التراب المقدس. في هذا اليوم الغار، هذا اليوم المبارك، نشكر وسائل الإعلام على ما قدموه ويقدمونه في تغطية الاحتفالات الدينية والوطنية والاجتماعية، وخاصة نورسات التي هي تعتبر منارة في الأردن ومنارة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، ولنا الشرف الكبير أن نكون مراسلة نورسات معنا في مدينة بيت ساحور تشاركنا هذه المسيرة العظيمة بمناسبة رقاد وانتقال العذراء مريم الدائمة البتولية. الأردن نكون له كل احترام ملكا وحكومة وشعبا، ونقول للأردن أنتم المدخل الوحيد لشعبنا الفلسطيني المعذب. عاش الأردن، دائما نصلي من أجل أن يبقى الأردن في أمن وأمان واستقرار في ظل جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ولي عهده الحسين بن عبد الله الثاني. وأريد أن أشكر من أعمق أعماق كل قلبي الأخت الغالية العزيزة باسمة التي هي تلعب دورا كبيرا في نشر المراسيم الدينية والوطنية والإنسانية في كل مكان. نتمنى لها موفور الصحة والعافية وطول العمر. للنورسات مارلين الحدوة من مدينة الرعاة بيت ساحور. احتفل غبطة البطريرك الكاردينال لويس رافائيل ساكو بقداس إلهي أقيم في كابيلا المعهد الكهنوتي في عنكاوا بإربيل بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وحضور جمع من المؤمنين. وفي عظته قال البطريرك ساكو: يحاول كل إنسان أن يقدم صورة جميلة لذاته أمام الآخرين ويحميها بكل الطرق وأحيانا بعنف، وهذا ينجلي في مثل عرضه يسوع من خلال موقف شخصين. الأول فريسي، وهو شخص لا يرى إلا نفسه ويستعمل الدين لإظهار تفوقه وتراه يحلل ويحرم كما يشاء. والثاني عشار، وهو الشخص الذي يضاعف الأرباح على حساب الناس دون النظر إلى ظروفهم، وهذا خرجت صلاته عن مسارها الصحيح ودمر صلته بالله وخلص غبطته إلى القول:
هذا ما يفعله بعض المتطرفين في هذا الزمن ممن يتباكون على الطقس ولا يبكون على الإيمان ولا يفكرون بمساعدة الجيل الجديد على التقوى والصلاة. أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، داعياً منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل. وقال الصفدي إن توفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أولوية رئيسية سيستمر الأردن في العمل بها مع جميع الأطراف لأجل تحقيقها، موضحاً أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية وليس الأردن وحده كبلد مضيف. وكان 2580 لاجئا سوريا غادروا الأردن إلى بلدهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من أصل 1,300,000 لاجئ موجودين في المملكة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الصليب في المفهوم المسيحي، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف قدس الأب بطرس جنحو كاهن رعية صافوت للروم الأرثوذكس. وقد تركز الحوار حول مفهوم الصليب عند المسيحية ومعانيه ودلالاته وعيش الإيمان في ظلاله. فإلى هناك. أنا وأبونا جورج شرايحة اليوم معكم في الحديث عن معاني الصليب في المسيحية. وليش اخترنا هذا الموضوع الآن؟ فنحن لا نعبد خشبة أو نعبد صليب، نحن نعبد ربنا طبعا والمصلوب اللي انصلب على هذا الصليب اللي خلصنا فيه من خطايانا وحررنا من عبودية الشيطان، وأيضا دفع سكوك. السكوك هو هذا الدين اللي كان علينا عند ربنا وكان على يسوع المسيح اللي هو بنفس الوقت الأقنوم الثاني، هو الله جمع ما بين الناسوت واللاهوت تبع بيسوع المسيح وصالحنا، صالح البشرية مع الله من خلال دفع الدين اللي علينا عند ربنا اللي كان مستحيل حدا يقدر يدفعه، فدفعه في الصليب المقدس مثل ما قال بولس برسالته إلى كولوسي الثانية: إذ محى الصك الذي علينا بالفرائض. معاني الصليب في المسيحية أبونا، فبتقدر نعم. تعطينا المقدمة نعم. في الحقيقة في مقاربة ما بين العهد القديم والعهد الجديد نعم. دائما، لأنه يسوع حكى أنا ما جئت لأنقض الناموس بل لأتمم. يعني أنا بتخيل كأنها هي العهد القديم المدرسة التي يعد فيها المؤمن نعم. ومن ثم تكون العهد الجديد هو البراتيك وتطبيق ذلك كله من خلال الدراسة المتخصصة بالشيء، وكأنها الجامعة اللي بيتخصص فيها الإنسان من خلال الشجرة بالعهد القديم معرف الخير والشر. طرد آدم وحواء من الفردوس ومن النعيم الإلهي، وبخشبة الصليب صالح يسوع الإنسان مع الله. بالخشبة القديمة طرد الإنسان، وبالخشبة الجديدة تصالح الإنسان وعاد إلى ملكوت الله. نعم، هذه المقاربة بين خشبة الصليب. أقصى عقوبة وأبشع عقوبة كانت في ذلك الوقت هي الصليب. لو تساءلنا قلنا يسوع الإنسان، يسوع اللي عاش طفولته اللي عاش حياته كان ينظر إليه أنه إنسان ينتمي إلى الجماعة اليهودية، فهو نعم. بالنسبة للمجتمع هو يهودي نعم. وبالتالي اليهودي لا يصلب، اليهودي يطبق عليه الشريعة من خلال الرجم، من خلال العقوبات السائدة اللي كانوا يمارسوها. ولكن نشاهد أن الصليب هي عقوبة الإمبراطورية الرومانية. أقول بوجهة نظر الشخصية الصليب هي لأن الإنسان طرد من الفردوس من خلال شجرة والتي هي خشب، ومن تلك الشجرة صالح الله العالم من خلال خشبة الصليب بهذه المقاربة. يعني بالمفهوم الإنجيلي هو حامل للإنسان وليس ثقلا عليه. مش زي أنا بشوف تسمع إنسان دائما بحكي إنه أنا عندي صليب. لا، هي الصليب يعني أنت عندك مسؤولية بدك تسويها، وبالصليب أنت تقدر تمتص هذا الاشي وتحوله الى قوة عشان تعطي معنى انه انت انسان متفهم
أن الصليب في حياتك هو إشي ضروري. لما أنا بعرف أن الصليب هو إشي ضروري بشوف أنه كل إشي بالنسبة إلي صار سهل، ما بعطي أنه في عندي صعوبة في أي ناحية من نواحي حياتي. نعم. بعدين كمان الصليب هو إنكار للذات، وعشان هيك احنا بنشوف انه كل انسان بده ينكر ذاته، خاصه بالحياه النفسيه بروح بتنفسك بالبريه الى اخره. طب ما انت قاعد انكرت كل شيء، الصليب هو انكار للذات، انت خلص عرفت مين معلمك مين مخلصك. الصليب كان هو لما يعلق عليه المجرمين، يعني كان اداه للعذاب، ولكن لما يصلب عليه رب المجد اصبح اداه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك بتسبالة يدشن قاعة للسريان الكاثوليك في القدس. الاحتفال بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب في دير الكرمل ببيت لحم. وزير الخارجية الصفدي: توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية وليس الأردن وحده. مسيرة احتفالية في بيت ساحور بعيد رقاد وانتقال العذراء. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.